القانون الماليه هو في الحقيقه يرخص استخلاص الموارد والتكاليف المتعلقه بميزانيه الدوله. كما قال انيس، انا سميته قانون ماليه قطوس في شكاره، يعني انه صار كانهم حاشمين منه، معناها اصدروه بطريقه مفاجئه بدون اي مقاربه تشاركيه. ما سمعنا به كان الناس كل شفناه في الجورت كما الناس كل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حين انه فلسفه اعداد قانون الماليه حسب الدستور والقانون الاساسي الميزانيه تعتمد على تشريك السلطه التشريعيه في اعداد الميزانيه، مراقبه حسن رصد الاعتمادات عند مناقشه الميزانيه، تعرف اللي يناقشوا الميزانيات معناها بالمهمه ما عادش نسميه الوزارات ولكن المهام، وكذلك الرقابه المتزامنه لمدى التقدم في تنفيذ الميزانيه باعتبار وجوبيه العرض السداسي كل 6 أشهر للتقدم في الميزانيه. هذا الكل ما صارش الحقيقه. السيد رئيس الجمهوريه يعتبر انه الاجراءات الاستثنائيه هي معناها تنسف كل فلسفه الدستور او القوانين الاخرى. على حد علمي القانون الاساسي الميزانيه لم يتم الغائه كما الهيئه الوقتيه لدستوريه القوانين. المساله الاخرى المهمه انه هذا القانون غير قابل للطعن، انيس ما نجموش نطعنوا فيه بمقتضى الامر الرئاسي عدد 117 ل 22 سبتمبر 2021، وبالتالي الحقيقه نعيش في وضعيه استثنائيه في تاريخ تونس، معناها التاريخ القريب والبعيد.